السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل الخاتم ده ونعمل البترن بتاعته. يلا نكمل. هطفي ليل الوردة والكورة وهنشتغل على فيونكة واحدة منهم. زي ما انت شايفين هنا في جزء ذهب ونيدل على رفيع وفي جزء فايبر تحت. هعمل أوفست كيرف أون سيرفس، بعدين هستخدم كيرف أون سيرفس وأرسم خط من هنا لحد النهاية وهنا كمان. اسبلت وجوين ونعمل ريبل. وجوين وهنيجي من تحت وعمل اكستراكت ايزو كيرف وارسم خط على السيرفس برضو. علشان يبقوا مرتبطين ببعض اسبلت. هعمل تريم، هعمل جوين وريبل. هنشيل الزوايا دي ونعمل ترم. كده احنا شلنا كل الزيادات. هعمل باي بوينت فايف كل الجوانب اما الجزء الذهب ده هعمل سبليت للسيرفس. وعلشان الباي تغطي السيرفس هعمل اوفست سيرفس سوليد نول تحت بوينت وان، بعدين اوفست سيرفس مرة كمان سوليد يس لفوق بوينت ثري. كده البايب مغطية الذهب بتاعي كله تمام. هنيجي بقى نرسم البتر. هرسم خط عادل كده هرسم الكيرف ده وريبل وبعدين ميرور. وميرور مرة كمان. ومرة كمان كيرف هنا. وميرور مرة كمان. هو عبارة عن خطين وبتعمل لهم ميرور كذا مرة. هاخدها هنا علشان اكررها واظبطها اكتر. هعدل الخط
هعمل روتيت ونربط الكيرفات بنهاية الخطوط. ده هو شكل الوحدة بتاعتي. يلا نكررها. هستخدم الري x 20 y 20 ومن النهاية دي للنهاية دي بس كده. كده الباترن بقت موجودة عندي، اقدر استخدمها في اي وقت. طب ازاي؟ هعمل عليها select وبعدين من فايل هختار export selected ونحدد المكان والاسم هسميها باتر. يلا بقى نحط الباترن على الفيونكة. هعمل سكواش وناخد الباترن ونعمل لها بروجكت على السيرفس علشان نقطع الزيادات وبعدين سكواش باك. هعمل ريبيلد للخطوط علشان الباي تطلع بدون اي مشاكل ونعمل باي. زي ما انتم شايفين في جزء من الباترن دخل جوه الوردة، فهعمل اكستراكت للسيرفس ده كوبيس علشان نشيل الزيادات دي. هعمل اوفست للسيرفس سوليد نو بوينت وان عشان نطمن ان التنظيف مظبوط 100% ونعمل بوليان سبلت. هعمل بولر اري زي ما انتم ملاحظين. هنا هحتاج احط سبورت عن طريق ان انا هرسم خط وباي وهنا كمان، بس هنا في مساحة تحت الجزء الذهب ممكن احذفها برضو. هعمل دوبليكيت للإيدج دي وبروجكت على السيرفس والخط ده هعمله اكسترود واكستن عشان يبقى اكبر شوية. ونعمل بوليان سبلت. هعمل بايب هنا كمان هحتاج هنا سبورت برضو هرسم خط من هنا لهنا بايب. بس كده طيب ايه اللي هيربط وش الخاتم بالدبلة؟
هعمل باي من السنتر هنا لحد الكورة، بحيث ان الخاتم بعد ما يتنفذ يتلحم وش الخاتم بالدبلة عن طريق الواير ده يدخل جوه الدبلة. طيب بعد التنظيف لاحظت ان الدبلة شغلها ضخمة قوي على الخاتم، فهستخدم كيج ايديت واخليها 2 وكله، وهقللها من تحت شوية كده. بس زي ما انتم ملاحظين شكل الدبلة من تحت ما بقاش مظبوط، هعمل سيرفس كده النص وناخد الانترسكشن ما بينهم. وابني الدبلة تاني باستخدام سويب تو كده بقت افضل. هعمل باي 0.5 على الجوانب بعدين هعمل اكستراكت للسيرفس ده ونعمل كرييت يو في. هعمل سيرفس وتعالوا ندخل الباترن تاني نفس المكان وندوس اوكي. هحتاج اكررها باستخدام ميرور. بس لازم اتأكد ان النهاية واحدة عشان يقفلوا على بعض، فهعمل سكيب من الاند للاند ونعمل ابلاي يو في. وباي 0.3 بس كده من جوه. احرك الخط ده باستخدام سيرفس سي علشان هعمل اوفست كيرف اون سيرفس من الخط ده كده وميرور، ونعمل سبالت للسيرفس وأوفست سيرفس 0.5 نفس الطريقة. هنا كمان هعمل كرييت يو في ونعمل سيرفس، هاخد كوبي من الباتر وهتأكد ان النهاية واحدة برضو استخدام سكيل. وبعدين ابلاي يو في. هعمل ريبيلد وباي. هاخد الواير ده وهعمل منه اوفست سيرفس سوليد نو، بعدين سبيرت للسيرفس وبوليان ديفرنس للباترن اللي جوه دي. هعمل بايب حوالين الدايرة دي وندلة السرافس دي وكده الواير هيدخل هنا ويتقص الزيادة ويتلحم الخاتم وكده نكون خلصنا.
فضلا وليس امرا. اعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، وقول لنا رايك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.